اهلا، توك ترجع؟ توك ترجع؟ تدري ان هيا تغدى وخلصت وانت توك بدت غداها وانت توك ايش تسوين تحت؟ تحت يلا بصوت والله شنطتك لا تفوتكم الشنطه، بوريكم اياها الحين. اقعدي وريها المتابعين. اهلين وصالح غير ما شاء الله وانت توك ولا شيء سويتيه. هيفا وين شنطتك؟ بشوف شنطتك حبيبي. ايش عليك واجبات؟ هيفا حملي روبوتس للجوال. بابا وشو؟ يقول حملي روبلوكس بجوال. روبلوكس بعد؟ الجوال بابا. بيبي توك صغير على روبلوكس. أنا الحين أبي أفكة من روبلوكس. هيفا وأنت بي روبلوكس بعد؟ بشوف شنطتك وينها شنطتك، جيبها شوفها عند الباب هناك أشوفها. لا تفوتكم، شوفوا شوف الشنطة. شوفوا شلون؟ ويت خلص. فيها كتب يمكن حاطة بعدين. ويت خلص من هيفا أول. شوف ايش كبرها، أعرف أنا وش حاطة فيها. سؤال. وريني. طيب هذه الكتب كلها تحتاجينها؟ نسيت أطلع هذا اليوم. الكتب هذه كلها تحتاجينها؟ هذا نسيت أطلعه. إيه كذا يحتاج. كذا والله بينكسر طعم. خذي طيب السحب. شنطة السحب، إيش رأيك تغيري اليوم؟ والله. إيش رأيك؟ أوكي. أريح لك، اسحبيها وطقطق لي فوق. وهنا طيب هذا وريني وشو هنا، ليش منتفخ؟ هذا كله تحتاجينه؟ إيه. وين دفعت شيء؟ نسيت دفاترها الظاهر. ويت أنا كم دفتر عندي؟ صبروا هذا دفتر خربان. وري المتابعين دفاتر كل جديدة الحلوة الكيوت. أنا أقول لك هيفا تحب الأشياء اللي كذا. شوفوا هذا ما يتسكر من هنا، لازم نصلحه من هذا. بس هذا شوفوا شلون كيوت جنن. هذا طالبين عليك بعد طلبات. انتبهي، لا غلط، لا تحطينهم مع بعض كذا. شوفوا هذا شلون كيوت مرة. وهذا هذا عادل لأن انجليش ولا لقيت انجليش هو ولا لقيت نفس الشكل. هذول مرة منزلينهم أشكال مجنن. في بعد أشكال ثانية بس إنه ما تحتاج هاي، كذا تحتاج تجيب لها الأشكال. ناسي أنا شكل دفتر الانجليش. يلا افتح شنطتك خلينا نشوف شو عندك واجبات اليوم. معلمة صالح أحلى شيء إنها مخلية كتبهم كلها عندها، بس تعطيهم الكتب اللي فيها الواجبات وتحدد فيها. ها ماذا احتاج؟ قول بس هذا عندك بس. واجب واحد اليوم. شق الكتاب شق. او ماي جاد، هذه بدايتها شقيت الكتاب. مجلد شلون نشقهم مجلد؟ لازم نعيد تجليده من جديد يا صالح. اي ماي. طيب شوفي اي صفحه لهذا، خلي هذا شوفي اي صفحه. ما في. لا تشك اللي تحط المعلمة، ما تحط الكتاب إلا فيه واجب. خلينا نشوف إيش الواجب اليوم يا صالح. عندك بس واجب واحد. وعندي هنا هذا. إلى أفتحينا صفحة كذا مكتوب هنا. هذا هومورك. هومورك اللي هنا. وهذا هومورك ثالي بس. وعندي هنا. شوفوا. هذا مخلص. ماما. بس واجبين. ماما. بس واجبين. بكرة صالح star of the week. نجم الاسبوع. بروح معكم. شو وديكم انتم؟ ماما مالي هم دخلتني لها. بروح الساعة 12 بطلع 12 بس. لا ماما شوفي انت الساعة 12 بتجين صح؟ بتجين تشمرين هاي وتاخذ. ابى اطلعكم بدري، ايش رايكم؟ ماما بتجين تروحين مجلس الامهات؟ انا معذورة. ليه؟ معذورة. عندي ستار اوف ذا ويك. مجلس الامهات بالليل. وراي يعني ماما هم قالوا. ما قالوا لنا، ما قالوا إيه شيء. بس معلمة قالت إنه في يمكن مو لنا. شوفوا هيا كل يوم على غداها على هنا على هذا. وعجزت البنات والله العظيم بجد. بوصل طبخت من الطاولة. ماما كل البنات. كل البنات مو أنا بس. اسأليهم. يلا البسي هاي الترجامة عشان تغدين. يلا حبيبتي يلا صالح روح كان غداك بسرعة. الله يعينك يا صالح. ليش الله يعينك؟ بعدين. هذه أحبة. كليت فطوركم اليوم؟ يلا روح تغدى. يلا 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 شوفي آخر مرة. ماما خلاص في حل. ماني نجيب اسمك عادي ما راح أكل. وشو هذا؟ ما عسى حاطت لك رولز ما أصبطة هنا. إيه. لا ما صدق. تخيل شوف عشان لهالدرجة إنها عشان تقعد بوصتها وتقعد على سريرها حاطت لها هنا. وريني مريم. رول كامل مريم. انت مو عذرك ان ما اوسخ. خلاص وريني ما راح اوسخ.
رول كامل رول كلات عشان تقعدين على سريرك تاكلين. الله يهديك بس يا هيفا. هيا مع البرد القطاوة سايرين شو اسمه ينامون على الكنب. شوفوا ميمو كل واحد ياخذ له كنب وينام عليه. ميمو ميمو حبيبي. طبعا الحين تقيلة القطاوة. اللي عنده قطاوة بيفهمني. من الساعة يبدون من الساعة 2:30 كذا 3 إلى المغرب نايمين ما تحسون فيهم خلاص نومة عميقة. بعدها يقومون عاد يلا لعب 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 لعب. سفو ميمو ميمو الحلو سفو. تدرون ميمو عنده التطعيمة ما طعمتها للحين لازم أروح أطعمها إن شاء الله. هيفا هيفا أنا ما أدري وين هيفا. قيلتها تروش. تخيلوا إلى الحين ما أدري وينها. أنا مو قيلت لك تروشين منخشة هنا ها؟ مو قيلت لك تروشين مو الحين عندي اليوم كامل مو الحين. قلت لك الحين لان الجو الحين دافي بعد شوي. طب الجو الحين دافي بقى لو نص ساعة ما راح يفرق الجو. لا روحي تروشي. لا ما 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 قومي تروشي. قلت خلاص شوفي ما تروشت الحين ما راح اجيب لك اللي قلتي لي تجيبيه ماما. اطلبي لي اياه سمعتي؟ تطلبينه اليوم؟ اذا تروشتي روحي تروشي ولا ما راح. لا انا بشوفك هالاسبوع كله. لا ما سمعت الكلام ما راح اطلب لك. تبي شيء اطلبه لها من امازون؟ قلت لها تسرين هالاسبوع بيرفكت كل شيء زين. بوب كورن رحت يا مريم وقيلة ترويشة سباحة سويت لهم مريم بوب كورن. ما شاء الله يا مريم مزينت لهم الجو مريم. ها وشو وشو هذا جريبس؟ تكويش الكولا ما في فمي. تقول ما عندي لون الجريبس للأسف. تقول جايتني ماما ماما قلت عندها سالفة الحين عندها شيء. قالت ماما ما في جريبس ما عندي لون الجريبس. وريني ألوانك. This green grapes. Yeah green grapes. Yeah this want the color this slide. What do you want? This top I say top. تبي تقول أبي لون هذا الأحمر قصتها عرفتوا؟ تبغى تلون العنب بالأحمر ولا عندها لون أحمر؟ اللي في go and top and go. إذا فهمتوا شيء فهموني. يلا سلايد سلايد يلا I make video يلا وريهم شلون حركتك. لا 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 كذا جنة تسوي حركة أنا أتعب منها وتعاندني. شوفوا شفتوا؟ تعاندني تسوي هدايا إذا شافتني راح تسوتها عشان تدري إن هالحركة ما أحبها خاف عليها. I can't color the wonderful. الحين شلون الحين لازم لون أحمر هفة يمكن هفة في red. You want red؟ تبي red؟ Yeah. Green good. Grapes. Green grapes. يلا لون. Yeah I got the grapes. تلوين عرفتوا تحب تلون. تقول مريم على أساس إنها تعرف تمسك القلم. Good girl جنة. Like this. Yeah, good girl. Me, I grow the color tonight. Yeah. وين ألوانك راحت؟ كل ما كل يوم ينقص لون يا جنة. كل يوم. I have my picture party for me. Okay. I have my party. You have your party? Yeah, my party is for me third birthday party. Yeah. بكرة عندي إجزام رياضيات ومرة خايفة. أكثر اختبار خايفة منه لأن اليوم خلينا درس. أول شيء أخيرا تروشتي من جت من هذا. طبعا لا لا وين تروشي ترى هذا ما مشطته للحين. لا حرام لا يشف مشطي توني طالع الحين بس مر خايفة لأن اليوم خذينا درس صعب. الحمد لله ما حطتها بالاختبار بس إنها تقول شوفوا والدروس يا رب إنها تكون سهلة. طيب للحين واجبات توني ما خلصت. عندك يعني واجبات اليوم؟ ما عندي. روحي شوفي يلا يلا صالح شو خلص واجبه. طبعا الواجب هذا على مراحل عشان يخلص عرفتوا يعني نقعد 4 ساعات عشان يكتب رقم رقم. برافو صالح. وين صالح؟ ما في تابع مندمج هذا دايم هنا قاعد. ماريو يلا جدولك وشو بكره؟ ماريو انا استغربت انه ما جاء اليوم هنا. جدولك وشو عندك بكره هنا؟ هذا هو جدولك. ايش فيك؟ لا جد عندك بكره ساينس دين لغتي اجتماعيات رياضيات انجليزي لايف سكيلز. هذا هو جدول هيفا عندها بكره.
وإبا الحين اختباري، خلينا نشوف اختباري سهل ولا صعب. يا رب رياضيات عندها lesson 7 to lesson 10. اي معلش lesson يعني درس واحد مو لا chapter. لا chapter، لا chapter 7 8 and 7 وchapter 10. حلو 3 chapter chapters لا ولا listen الحين chapter 7 إيه؟ lesson 8 يعني lessonين lessonين واتوقع chapter 10 كامل. يلا يلا ادرس يا جلب دي دامك هذا، بس مشت شعرك اول، مشت شعرك ما بشوف 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 chapter 7 chapter 7. مين يبغى يروح الحديقة؟ انا انا اسال العب الشرطي والحرامي. تلعبوا شو؟ الشرطي والحرامي. الشرطي والحرامي وانتي بعد؟ يا يلا البسوا شوز خلونا نروح يلا الحديقة. بس انا لا ما راح اخليها. لا لازم تلعبون مع بعض شيرين. لا هاد كبار هذا، انا وصديقاتي نلعبها كل يوم. انتوا اصدقائك؟ ايه. طيب خلاص بس ما يصير تلعبها لحالك، لازم مع اصدقائك اذا رحت المدرسه. ايش رايك؟ السرتي يسوق بعدين الحرامي تركك، ناخذ الحرامي نمسكه تمسكونه وكذا؟ ايه. طيب يلا جنى بوتشوز يلا عشان نروح بارك. يس يا بارك. هيفا هاي يلا خليهم لحظة، إذا قلت واحد اثنين ثلاثة تسوون. يلا ويت ويت ويت، واحد من يوصل أول هو الفايز. أوكي واحد اثنين ثلاثة يلا 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 يلا. واو هاي هيفا الجو يجنن، ها مو برد صح؟ مرة يجنن الجو اليوم. مين اللي يحب التسلق؟ ما يحب خلاص يكون خربان. Thank you.
ثيران. يلا وش بتسوي الحين؟ شو بتحطي؟ شيء بحط كوكيز. سالف شو تحط لك هنا؟ سناك كوكيز بعد، وهذا حط لك من هذا. صالح اختار هذا اللي بالجبن بالتشيز. لا خذه واحد واحد حبيبي. لا وهذا صار ما حد كبه. واو ابى ذوق هذا عشان يكون احمر. خذ عادي عادي شيري شيري خذ. يلا حط لك هذا. طبعا الوجبه لازم تحتوي على فواكه خضار او خضار، فاليوم خذوا خضار بكره فواكه. اليوم فواكه بكره انتي بكره فواكه. صالح اليوم فواكه امس خضار. يلا حط لك كوكي ناس. طبعا ساندويتش الصباح يعني ما اسويها الحين. ايش تبغى؟ اناناس وراسبيري. وصالح وش صالح؟ بغي مكانهم ما كافي هذا. لا لا خلاص بس هذا كذا كافي. ما كافي الا اللي يكفي. تبغى كذا كل واحد لحاله كذا. واحد كوكي شيله. كيف حطت هنا ايش؟ اناناس وتحط راسبيري وراح نسكره. وايش معه؟ المالح. ايش تبغين مالح عندك؟ وين راح؟ وين حط المالح؟ طاح. وصالح هنا حط له كوكي ومعه بسكويت. هذا 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 مره احبه انا الصراحه. انا في منيا اللي بالتشيز. والفروت وش تبغى صالح؟ صالح يبغى فراوله ورايزبري. يلا حط لك الفروت بالجهه الثانيه حبيبي. تبي وش صالح؟ ستروبري. ستروبري حط لك بعد. ماي جاد مره ودي اكله. صالح وهيفا يحبون الرازبري. واو باقي. طبعا صالح خلص، باقي هنا يحط الساندويتش حقته ونشوف الاسناك ثاني بعد. ابي توست الزعتر اللي سويناه بالتحدي بالهيم تي في. وانت صالح نسوي لك اسمه توست ساندويتش ولا بانكيك؟ كل في ساندويتش. في ساندويتش صغار شاريته لك يجنن. الحين تعشون وبعدها نغير وبعدها نكون على خير ان شاء الله. صور لهم. ما راح نختم الفيديو الحين، بنكمل معاكم ان شاء الله. اذا عجبكم هذا الفيديو وحبيتوا وصلوا اكبر عدد لايكات عشان اسوي لكم روتينهم الصباحي للمدرسه، لان هذا الروتين بعد المدرسه يعني المسائي. فاذا حابين روتين صباحي يعني اول ما تصحوا اكبر عدد لايكات وسووا شير مع اصدقائكم عشان تكبر قناتنا، قناة يوميات عائلة هيون. باي. يلا لا وين باي؟ نروح نتعشى. يلا ما خلصتي عشاء؟ ايوه. اليوم العشاء سباجيتي مرة لذيذة وسلطة. ايش سوت لك؟ سلطة ما ادري. سيزر. سيزر سلطة. ايه. خلصتي ولا لسه؟ خلصت. يلا جل بسرعة. وش تسوي الحين؟ أول شيء غسل وجهي. اغسل وجهي بعد. لا اول شيء اسوي جدولي. زين اغسل وجهي وروحي نامي وافرش اسناني واطلع بجامتي وانام وانام وانام. يلا انطلقي الحين. ما قلت انا اقعدي شوي؟ لا. يلا يلا قومي سوي جدولك الحين. طبعا شوف الكتب حوسه ذوق حال واجباتها، لان طلعنا الحديقه فخلت الواجبات. يعني شو عليك بكرة قلتي؟ اجتماعيات. أنا راح أشوف صالح على ما أشوف تعشى ولا لا بعد. طلع صالح لبس البكرة. طبعا كل ليلة لازم نطلع لبس حق بكرة عشان الصبح ما يصير في حوسة وزعاج ويضيعون وقت. كيفة تلبسين هذه؟ من زمان ما لبستيها، شو رايك؟ هذه بعدين مع هاينك تبين ولا بدون؟ بس داخلي. بس داخلي معاها. وينها القبعة؟ القبعة اللي كذا الايس كاب. ايه؟ اي وحده سوداء. انت ايش تلبسينها؟ يا سماويه. جزمه. ايش تلبسين؟ نايك. هذه حلوه مره تجنن معها. جنن. جاكيت اتوقع مو برد. لا مو برد. خلصت فطور عشاء؟ لا عشاء. شوفوا وجهه. شوفوا وجهه واضح انه مخلص كله وسخ. يلا اجل. يلا حبيبي يلا غسل. ما في نامي. شوف اسمعني اسمعني. بقوم ليل ما اقوم. ما يصير عندك مدرسه بكره. ستار اوف ذا ويك بكره نجم الاسبوع. الله يعيني. الله يعيني. الله يعيني. وشو وشو؟ الله يعيني. الله يعينك. ليش؟
من كتب ومن كلس. الوجه الوجه واضح انه تو ما كل سباجيتي. يلا روح غسل وفرش اسنانك وغير عشان بكره ستارت ذا ويك. اجيك الساعه 11 ونص انا المدرسه. اوكي زيني. اول مره اقص اظافري، ايش رايك؟ اول مره القى اظافرك حلوه. حلوه إيه؟ اول اقص يعني الحالي اول مره. يلا قصي. ايه بس قصيت. قصيها زين مو فيها نص. قصيت. يلا ممكن الحين تغيرون تنامون. يلا صالح. لا انا ما غير. يلا غيرت من زمان. ما تعشت. يلا حبيبي يلا نطلع الكليبس. اوكي روح شوف انت ايش رايك. انت روح غسل فرش اسنانك وتعال مفاجأة اوريك لبسك. ايش رايك؟ لا يلا اول شيء وشو فلاينج ان ذا مون. بسم الله الرحمن الرحيم. وشو فلاينج ان ذا مون؟ وش تحسون؟ ما ادري عنك. انا اختار. يلا سيف اليوم تختاري. ايش تختاري اللي هي تريننج الجرين من زمان ما البسه حلو. الاخضر هذا لا لا هذا ايش رايك؟ مره يجنن. ايش رايك تبغى؟ بس خفيف. موب ميد ميد بلبس هذا حقي لو سمحت. ما يصير تلبس ثوب حبيبي ممنوع المدرسه. لا مو ثوب. وش يا صالح؟ صالح علمني طريقي. هذا بيتنا مثلا. تروحين هنا تروحين داخل تقعدين هنا هيا الحين هيا بنتنزل. تروحين هنا باركينج بعد هنا هيا فبتدي بعدين زين تروحين للمدرسة حقتي بعدين تنزلون انتو بعدين تدون. يعني انت قصدك اني اجيبهم كلهم؟ خلينا اول شيء هذه مستشفى، هذه مدرسه. هذه مدرسه صح؟ هذه مو مدرسه. لا لا مدرسه هذه طاهر. هذه مستشفى. تاكده؟ اي لا هذه مدرسه احس. هو عزمنا ترى لازم تاخذ. يلا واحد اثنين ثلاثه بسرعه كل واحد يروح يغير ويغسل بسرعه بسرعه بسرعه. الطلاق هيفا يلا روحي غيري انتي. ترى تبين هذه البي ام. طيب ممكن حبيبي يلا خلصت بجامتك وممكن باي جايز. لا 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 بتروح تنام. يلا باي جايز. فراشك يلا يلا صوريني وانا انام. بصورك ها عشان تشوفوا المتابعين يقولون صالح شاطر ينام ويسمع كلام امه ويروح المدرسه. يروح المدرسه يلا يلا فراشك. بس اول شيء بكره وشو؟ بكره ستار اوف ذا ويك نجم الاسبوع لصالح. بعدين حفله. بعدين الحين وش بقول؟ الحين تقول الله يعيني. ليش الله يعينك؟ بعدين كتب، بعدين مدرسه، بعدين العاب، بعدين عربي، بعدين لازم اسوق حف. ما ابي الحف. لازم برد. لا مو لازم. خلاص جود نايت. افتح لك اللمبه اي وحده تبي. اي لمبه كبيرة؟ الستار؟ لا دولي. ما يصير كبيرة. دولي ما يصير ما يصير. كل يوم كذا معاناة أنا وياه عشان ينام. يلا ها هذه اللمبة. قلت لك لمبة ستار. جود نايت. طفي اللمبة ها عشان تنام. جود نايت. صبحين على خير. برد. برد ما في برد دفا مره غرفتكم. افتح لك هذه اللمبه شايفه هارت. يلا جود نايت. جود نايت. شوف هذا ينادمني. جود نايت.